بعد تراجع كبير في الاستهلاك الوطني للوقود خلال السنوات الماضية نتيجة القيود على التنقل التي فرضتها جائحة كورونا، حجم الاستهلاك اليوم يرتفع في الجزائر ويعرف انتعاشا خلال سنة 2022، بحيث بلغ قرابة 17.7 مليون طن، وهو مرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي باشرته الجزائر. الماكينة الاقتصادية بصورة عامة تتحرك، ودواليب الاقتصاد أيضا تتحرك معها، وعندئذ فاستهلاكات الوقود تزداد، سواء من خلال الماكينة الإنتاجية أو من خلال حظيرة السيارات التي تتحرك بقوة، سواء للاستخدام الذاتي أو للاستخدام في سياق التبادل التجاري، باعتبار أن هناك حركية جديدة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وهي الآن يعني قيد التفعيل، وعندئذ فيزداد استهلاك الوقود ب يعني اضعاف مضاعفه. ارتفاع راجع الى استهلاك غاز البترول المميع الذي يعرف طاقه انتاجيه بلغت 4 مليون طن في السنه، والذي جاء كطاقه بديله للمازوت والبنزين اللذان عرفا تراجعا في الاستهلاك خلال هذه السنه. وهذا في الحقيقه انه ايضا الاستهلاكات بسرعه للطاقه في الجزائر هي متزايده يعني منذ سنتين او اكثر، بحكم انه استهلاكات الغاز وكذلك مشتقات النفط يعني في تزايد، نظرا لزياده السكان من جهه، نظرا ل يعني اعاده تحريك دواليب الاقتصاد من جهه اخرى، نظرا للتوجه الدوله الجزائريه فيما يتعلق بتفعيل الاستثمار من جديد، وكل هذا من شانه ان يعطي هذا الوهج وهذا الارتفاع. جهود متواصلة للرفع من القدرات الإنتاجية وتلبية طلب السوق، ما سيسمح بتصديره إلى الأسواق الخارجية وعودته بالفائدة على الاقتصاد الوطني وحتى المواطن.